عندي 80 عام اوليدي. 80 عام جيتي اليوم دوزي امتحان السادس ان شاء الله. كنخاف خفت غنسقط شحال انا كنتمحن وكنقرا. الله يعزك والله ينصرك الله يعطيك الحجه. وشحال هما كيقراو فيا ونخاف نحشم بهم ما ننجحش، هذا هو المشكل. مالي فيك يلا سير ليتس جو بتهلا تاكل المخمص. اه علاش وحده؟ شوفوا بالنسبه للناس اللي كيقولوا ما عندها حتى الباك ودير الطوموبيل وداكشي كامل، بغيتي نبدا نسب؟ انا عندي باك ليبغ يبدي الثقافه. انا عندي باك ليبغ مي عندي اليقين في الله انني غادي ننجح ان شاء الله. الا نجحت نري تيكون عندي وجهك يصور بيه 40000 النهار. اشعلموكم واتساب دي فيسبوك دي ميساجات. انا هي اغبى حاجه درتيها عربت الحب، عطيت التليفون يدوز به امتحان الباك وخداه وبلوكاني معلم. هذاك طاليس اللي دافع فنان كوميديا. واسمح لي نقدر نسقسيك سقسي كيفاش القضية اللي 10 دقائق من عينه كيجيو عندنا بقى غير ممثلين ممثلين وكيجيو عندنا بقى غير رجاله خشب. شنو هاكا وفراسك راه خشب ولا فنيني؟ الحمد لله. كتسمع مساج تاليس ما تصرفين بغيتي نكون انا وياك وغتقولي لي السميه. اش منك تاليس سعيد النصيري رشيد رافع خليني ساكته. انا ما شحال من غادي غاتخشينا تجبيني صوبينا 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 على هذا الشيء راه خصنا نعرفوه، هذا الشيء مزيان نعرفوه، هذا افري بابا وافري ماما ونعرفوا هاد الكوارث. الله يهدي الصابون حرام. سبارتي ما كاين لا مساج لا حمام يكذب عليك الكاد. وجي السقف اقسم بالله والله يدينا في الدق. امين. انت شنو غدير؟ وانا عندي 10 دقائق بحزيمه. فاليس هذا راه كيجابيني كيعطيني 1500 درهم 10 دقائق وكيمشي. زير بلاصه. والله اقسم بالله. تما كيكون الجديد كتعيط فيهم كتقول لهم جيو راه كاين الجديد كيجيو. نيفو طايح. الكونتاكت ديال ديك السيده اللي كنعيطوا لها الجديد ما بقاش عند المحامي ديالي. كذا مشكله. فين احنا الخطا؟ الله يحفظك يا رجال. نقول لك تقطع فيها العطل فين غادي؟ مشى هو غادي. واش بصح الحراره عندكم كتوصل ل 40 درجه؟ هذاك سميتو الحمان هكا هو على 40 40 راه بالليل راه الثلاجه عندنا خصها الثلاجه. اه الحراره عندكم وباش كتغداو؟ بالثلج. واه كنتغداو بالدواز. انا لله ودعمت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاية النشرة، إلى اللقاء. ديرو أبينو.